ابتسامة من قلب كفيلة بإذابة جليد من الجفاء. وإذا كان لشيء ما مفعول السحر أو أقوى من مفعول السحر فستكون الابتسامة. فالابتسامة الكلمة الجميلة دون صوت أو حروف، والعبارة الآسرة التي يفهمها كل الناس مع اختلاف لغاتهم. وإذا كانت الابتسامة من نعيم الدنيا فإنها طريق رحب واسع لنعيم الجنة. دعونا نتحدث عن شيء من فضل التبسم وأهميته في حياتنا في الحلقة المقبلة من برنامجكم ساعة وصال. كونوا في الانتظار. برنامج ساعة وصال مع الداعية مختار جامل يأتيكم بإذن الله مباشرة يوم السبت عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.